مرحبا، لكن هذا يمكن يكون بارت سي. نحن حلينا هذا كله، هذا جريد 10 طبعا، فيزيكس جريد 10. فهذه مسابقة قديمة كأنه من هذيك السنة أو شيء هيك. فإذا البارت A والبي هو كلهم سويناهم ما عدا هذه التولي هون. F point D is connected to the mass. هذه هي هون، هذه A، هذه B، هذه C، هذه D، E، F، G. اوكي. وهلا هون بهالبارت هيدا مسكرين هيدا مسكرين هيدا ومسكرين هيدا ومسكرين هيدا، والفولتجات كلهم بعرفهم، يعني بعرف الفولتج مثلا هيدا بعرفه، هيدا بعرفه، هيدا بعرفه، هيدا بعرفه، هيدا بعرف كل شيء. الفولتج بين اي نقطتين فيه طلع. If point D is connected to the mass، يعني هيدا D connected to the mass. رح ارسم الرسم شوي عندي انا هون لاني حسيت بيستاهل الموضوع. فاذا حعمل هيدي هون A، هيدي B، وعندي هون point C. هلا هون في سويتش بهالميلي مش حارسمه، منه مهم هلا عندي ابدا. وهيدا ريزيستور، وهيدي D، وهيدا ريزيستور، وهيدي E، وهيدا ريزيستور، وهيدي F. وهون في هيك مثل وصلة ريزيستور طالع براني، شو بدي فيها؟ حط هون G، منا مهمة تناقشنا فيها هاي. وهيدا ريزيستور هاي. طيب وبعد عندي كمان تحت كمان هون سويتش مش حاطه لأنه مهم عندي M، وهيدا ريزيستور وهيك. والفولتجات كلهم بعرفهم. اوكي عم بيقول if point D is connected to the mass، عادة الماس بعملها انا هيك، هاي المنظرة مثل المكنسة، او في منهم بيعملوا منظرة هيك انه هيك مثلا هيك هيك بيعملوا هيك، كمان مش كتير عاطلة يعني، بس انه بركي الماس يمكن هي احلى. شو المقصد بالماس؟ انه البوتنشال زيرو، مش الديفرنس اوف بوتنشال، البوتنشال، البوتنشال يعني V. فالفي للدي ايكوال لزيرو. هون ننتبه لشغلة، البوتنشال بياخد نقطة، الفولتج بالمبدأ بياخد نقطتين، الفولتج هو difference of potential. بكل هالبروبلم اللي مرق معي انا كان عندي نقطتين مثلا UAB، UBC، UAC، UCD، دايما نقطتين 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 نقطتين. ليه؟ لا نحن اصلا بنقول voltage across، مثلا الفولتج across هذا الريزيستور هو الفولتج بين هالنقطتين، او الفولتج بين الA والG. اوكي هذا هو voltage across. الفولتج مثلا انا لما بقول مثلا UAB، مثلا فولتج اكروس ذا باتري مثلا هي يو اي بي ايكوال فرضا 30 فولت، من هيك عاطين الارقام. لازم نعرف هون شو معنات difference of potential. يو اي هي فولتج، هيدا اوكي فولتج، او بيقولوا له difference يعني تنقيص، difference of potential. ال UAB هو شو؟ هو VA ناقص VB. ال V هو potential مش difference، وال VB هو potential مش difference. تنقيصهم هو difference بيناتهم مثل العادة، أول حرف أول حرف، تاني حرف تاني حرف. وأكتر من هيك ما في داعي، يعني ما في داعي نفهم أكتر من هيك عن ال difference of عن ال potential بصراحة. لا ودايما بالبوتنشال نحن بحاجة ل رفرنس. خليني اوضح لك شو قصدي هون بالرفرنس، او بالاحرى خليني اجاوب على السؤال بعدين بوضح لك شو قصدي بالرفرنس. فال ال في دي هون ال في دي هو الماس كنكته تو ماس، يعني دغري بياخد ال في دي ايكوال لزيرو دغري دغري هيك، بس اللي ماس دغري بياخدها زيرو. يعني بمعنى تاني انه دي هو الرفرنس تاعي، هو مرجع. بأي معنى؟ بمعنى انه مثلا انا بعرف هلا اذا هو سألني، اذا قال لي حسب، اصلا هو بالسؤال قايل لي calculate the electric potential of the points C and F، calculate the potential بالC وبالF بالنقاط. اوكي كان ضايق بسؤاله، يعني بيقول لي الV بالC قديش والV بالF قديش. يعني عم بيقول لي الV اللي هون قديش، هيدا الV اللي هون قديش، والفي بالاف قديش، هيدا بده يعرف الفي هون قديش. طيب عاد الفي بالسي اهون،
ولو الحقيقة اتنيناتهم هينين وما بدهم شيء، يعني كلمتين بس. هل المفروض حقيقة أنا مش بحاجة لأشرح أي شيء زيادة أكتر من اللي قلته هون لحتى الواحد يطلع ال VLSI. ليه؟ لأنه ال UCF ال UCD معناها يعني ال Voltage Across، هون معناها ال UCD معي، وهو بالمناسبة هو عطيني اياه بيطلع 12. اوكي لا عفوا ناقص 12، هو عطيني ناقص 12، هو مش 12 هو ناقص 12. هي هو هون عطيه given UCD equal ناقص 12، ناقص 12 فولت. طب ما ال UCD شو بيساوي؟ ما هو VC ناقص VD equal ناقص 12، وال VD هي 0 هي راحت، معناتها ال VC equal ناقص 12 خلصت. هون حلو، يعني هون تبين انه البوتنشال اللي هون هو نيجاتيف. اوكي وشو القصة بيكون نيجاتيف عادي. طيب ال VF، هلا ال VF هات نشوف كيف يطلع لنا، طلع نفس الطريقة. انا فضل انت تفكري فيها شوي. اوكي ما بدي اروح لك الفكرة، انت فكري فيها. اللي كان بدي الفت نظر له انه كانت قصة المرجع، انه هلا هو اختار المرجع هون ولا شيء، كان في اختار الرفرنس محل ما بده، يعني كان في يقول لي والله الماس قاعدة هون ما بيأثر، فيها تقعد هون فيها تقعد هون ما بيأثر. لا انا حغير السؤال شوي، رح اقول والله الماس قعدت هون، معناتها هون البوتنشال قد ال VC، ال VC زيرو صار. طب قد ال VD؟ نفس الشيء، بقول UCD بيساوي ناقص 12 فولت، بعدها ناقص 12 فولت ما تغير شيء، واليو سي دي هي في سي ناقص في دي. طبعا غيرت السؤال، صار الماس هلا هون في سي ناقص في دي بيساوي ناقص 12، الفي سي هي زيرو راحت، ناقص في دي ناقص 12 فولت، يعني في دي ايكوال 12 فولت. اوكي ما اذا كان هون الماس ساعتها البوتنشال هون صار 12 وما بيأثر شيء عادي. الغلط انه يكون في اثنين ماسز، يعني ولا حطيت ماس هون وحطيت ماس هون، لا ما حتزبط معه، بكون خرب السيركت. ليه؟ لانه اذا جبر البوتنشال اللي هون قد البوتنشال اللي هون صار البوتنشال ديفرنس. اذا قال لي والله حطيت ماس هون وحطيت ماس هون، هي ولا مره بنعملها يعني، بس انا عم اقول من عندي انه شو بيصير. يعني صار ال VF ايكوال لزيرو وصار ال VC ايكوال لزيرو، يعني البوتنشال من هون لهون زيرو، بس ما هو VCF منه زيرو بالاصل. هيك لازم انا امسك الكاميرا. هذا ال VCF هو منه زيرو بالاصل، هيدي مشكله كبيره. يعني اذا قال لي ال VF هون زيرو وال VC زيرو، عمهلك ما بيصير، ثبت وحدة لحتى تطلع الدنيا كلها غيره على أساسها، على أساس مرجع، بس ما فيك تحط مرجعين، ما بيمشي الحال. ومنع ما اللي بيعمل هيك، ما بيخرب السيركت، ممكن يعرض البطارية للخطر كمان. على كل أحوال الموضوع تاني، دايما بيكون عندنا ماس وحدة مبدئيا بأي سيركت. وهيك كون جاوبنا على الأسئلة، بالتوفيق.